معي هنا في الاستوديو الصحفي المتخصص بالملف العراقي في غرفة أخبار الآن حسام الأحبابي. حسام مساء الخير. أهلا بك. يمكن كان في كتير توقعات بس أنت بغرفة الأخبار كنت متوقع النسب هايدي صحيح؟ خبرنا أكثر بشكل عام بداية قبل ما نفصل النسب حسب المناطق. بالتأكيد زميلتي ميسون، يعني في مثل ما قلتي حضرتك، يعني بخصوص موضوع النسب، نسب المشاركة أو نسب النتائج النهائية أو غير النهائية غير المعلنة حتى الآن فيما يتعلق بالفائزون الفائزين ما بين أو تسلسلهم الأول أو الثاني أو الثالث. فعلا كان التوقعات أشارت إلى أن السيد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هو كان أول الفائزين، تليه قائمة رئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أيضا تليها قائمة التي طرحت نفسها ممثلة للحشد الشعبي قائمة الفتح بقيادة أو برئاسة هادي العامري. هؤلاء هم يعني الثلاثة الأوائل، تليها طبعا قائمة لدولة القانون وثم القوام، أو حتى الآن هنالك منافسة، يعني لا نعرف إن كانت يعني ستظهر نتائج تحالف القرار العراقي، أعتقد سيتقدم ليكون في المركز الرابع، من بعده قائمة المالكي وائتلاف الوطنية برئاسة أياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الأسبق. هذه نعم. طيب خلينا نفوت بتفاصيل النسب وحسب المناطق، كيف تبعتها؟ انت بدك تشرح لنا ليش كانت خليلي، ليش بالتأكيد كانت اكثر وكان لافت الموضوع المناطق المحرره من داعش؟ تفضل. فيما يتعلق طبعا نبدا بموضوع النسب التي نسب مشاركه بالتصويت تاريخيا، نعطي نبذه تاريخيه لهذه النسب. يعني مثل ما هناك عزوف يعني غير مسبوق منذ المرحله التي تلت عام 2003، اول انتخابات في العراق ما بعد 2003 هي كانت انتخابات المرحله التي اعلنت نهايه المرحله الانتقاليه في 2005، كانت نسبه المشاركه 42%، تلتها انتخابات 2010 كانت نسبة المشاركة 58%، ثم الانتخابات 2014 كانت 60%. هذا اللافت في هذه الانتخابات هو كان عزوف وتدني في نسبة المشاركة، كانت أعلى نسب المشاركة فقط في محافظات إقليم كردستان مثل السليمانية وأربيل ودهوك. أربيل طبعا كانت نسبة المشاركة فيها 55%، في طبعا هذه عاصمة تقريبا كردستان. دهوك كانت الأعلى نسبة تصويت مشاركة في الاقتراع، هي كانت 69%. أيضا محافظة السليمانية، هذه محافظات أقليم كردستان، كانت 52%. هذه فيما يتعلق بالمحافظات محافظات الأقليم. أما المحافظات خارج الأقليم كان اللافت فيها أنه على الرغم من تدني نسبة التصويت على عموم محافظات العراق خارج أقليم كردستان، لكن التصويت في المدن المحررة من داعش كان أفضل من غيره، ما عدا نسبة التصويت في محافظة ذي قارة التي بلغت 42%. فيما يتعلق بمحافظات شمال العراق وغربه، يعني نتحدث عن الأنبار، عن نينوى، عن صلاح الدين وكركوك. نينوى كانت 30% نسبة المشاركة فيها، على الرغم من أنه مثل ما نعرف أنه الجانب الأيمن من مدينة الموصل تفتقد للمراكز الانتخابية، أقصد الجانب الأيمن من مدينة الموصل وليس مناطق غرب نينوى وجنوبها. فيما يتعلق بمحافظة ديالى، على الرغم من أنه بعض مراكز الانتخاب ومراكز الاقتراع فتحت متأخرة بنحو ساعة عن الموعد المحدد اللي هو الساعة 7 صباحا بتوقيت بغداد، لكن كانت النسبة أكثر من نينوى، كانت 36%. فيما يتعلق بمحافظة كركوك، الجدل جاري حول ما حدث في بعض مراكز الاقتراع في محافظة كركوك، وسمعنا أيضا احتجاز صناديق الاقتراع أو إعادة فرزها وتدقيقها، كانت 24%. صلاح الدين 20%. طبعا هذه كركوك طبعا 24% في الجانب الاخر هو النسبه الخاصه بها. فيما يتعلق بمحافظه صلاح الدين كانت نسبه اقل، محافظه صلاح الدين هنالك شكاوى من بعض اجهزه التصويت الالكتروني كانت متاخره ومتلكئه، مثل ما حصل ايضا في بعض مراكز محافظه ديالى. فيما يتعلق بمحافظه الانبار كانت هي الاقل تصويتا، المشاركه في التصويت
كانت 17% بسبب يعني هناك من يقول انه هناك تفاوت في مراكز الانتخابات او بعد المسافه، ايضا رفع يعني كش يعني مثل ما نقول يعني تمكنوا من تجاوز هذه المشكله برفع حظر التجوال في عموم العراق بامر من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. رح نكتفي بهالمعلومات كثير طبعا. بشكرك، انتهى وقتنا، اعذرني. شكرا كثير على كل المعلومات حسام الأحبابي.